من صحيفة الأنوار لجوم، المعارضة مطالبة عربية أبرز عناوين صحيفة البلد لجوم. سليمان يشدد للديلي ستار وبترجم الأبرز عناوينه: تفجيرات مضاعفة في دمشق واستهداف. لا بنتقل لعناوين لوريان لوجور: الجيش السوري الحر يضرب عناوين شرق المخطوف الثاني، العائد مضافة أبو شرطة إلقاء السلاح. الأمم سوريا تفجير مبنى قيادة الجيش يهز قلب النظام. بنتقل لصحيفة الأخبار: بدعة وصاية اتصال بالأسد منذ ترأسه الحكومة، قانون الانتخاب إلى المربع. إذن لختام جولتنا السياسية أبرز عناوين جولتنا، إذن عناوين جولة ثقافية مع إلي. حكم للمرور ببيروت. صباح الخير حضرة المؤهل الأول أحمد شعبان. صباح النور. كيفك اليوم؟ الحمد لله. شو فيك تفيدنا عن باقي المناطق؟ اوكي، بالنسبة لحركة السير بهالأثناء، في عنا حركة سير ناشطة من جوني باتجاه بيروت. ببلش عنا مبدئيا من وقت السير دون توقف من مفرق اجتماعير المعملتين لا طلعة يسوع الملك. بيرجع بيرتاح عنا السير وبيرجع بيضغط عنا من النقاش باتجاه أونتلياس جل الديب نهر الموت وصولنا للكارنتينا شهر الحلو. نعم، سجل لحديث. نعم، بالنسبة لكورنيش النهر عندنا حركة السير مقبولة، بيضغط عندنا السير عندنا من العدلية باتجاه المتحف السوديكو. كورنيش المزرعة عندنا حركة السير مبدئيا مقبولة، عندنا ضغط سير من المدينة الرياضية باتجاه نفق سليم اسلام نزولا لوسط البلد. عندنا حركة السير بعدها طبيعية بشارع مارجيت وشارع الحمراء. بالنسبة للإشارات والمستديرات بعد حركة السير طبيعية، في عنا حركة سير ناشطة من الصالومي باتجاه الحايك نزولا لجسر الوطي. نعم. مدخل بيروت الجنوبي عنا حركة سير ناشطة من خلدة باتجاه طريق المطار ومن خلدة باتجاه الوداعي بيروت. طريق البقاع عنا ضغط سير بيتراوح ما بين مفرق الفسوس للصياد وذلك بسبب الأشغال مثل ما بتعرفي بالمحل. نعم، معروف شيء أي متى رح تنتهي الأشغال ولا بعد؟ لا، ما إلى وقت محدد، بس الأشغال لا ماشي مستمرة. نعم. أوكي، نشكر اتصالك حضرة المؤهل الأول أحمد شعبان. رح نتوقف هلأ مع فاصل جديد، بنعود بعده لمتابعة أخبار الصباح، خليكم معنا. ليلو يغني: شعب بكامله عم يختال كل يوم، ولا جفن رف ولا حتى كلمة عزا. محاولة الاغتيال المزعومة سواء كانت حقيقية أم من نسج الخيال، فالحقيقة الثابتة أنه جنرال الرابية عم بعيش من فترة زمنية هاجس الحرب الكونية. فالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومعهم دول أمريكا اللاتينية والقبائل الأفريقية وأصحاب العرق الأصفر بالشرق الأدنى أجمعوا كلهم على إلغاء العماد عون سياسياً وانتخابياً ولا سمح الله جسدياً. انتهى الدور الأول بوثيقة تفاهم أفقدته الناخب المسيحي، فصار الجنرال يصارع طواحين الهوى. تقرير للزميلة ماي فرحات، منتابعه سوا. أخبار الصباح، وهلأ وصلنا لمحطتنا مع كل محبي الفن السابع وكل أخبار النجوم العالميين. رح ننتقل إلى زميلتنا ماري تيريز معلوف لنشوف كل جديد بصالتنا اللبنانية. تقرير البروجرام عاد على باختصار. الجولة السياسية رح نبديها مع أبرز عناوين الصحف بعد ثواني. هي مع صحيفة النهار: تفجير مقر لهيئة الأركان العامة السورية واقتحام. أنباء عن مجزرة في ريف. من عناوين الحياة بنتقل لأبرز عناوين المستقبل: الجيش الحر